مكملين بمشوارنا الصباحي، رح نروح هيك بالختام لعالم الاكسسوارات. مين من الصبايا ما بتحب الاكسسوارات؟ اكيد الفن والابداع يمكن بيبرز بكل قطعه. اكيد كل صبيه اليوم لها ميزه خاصه بطريقتها بصنع هدول الاكسسوارات، وشفنا كثير من الصبايا اليوم عم يقدروا يعملوا مشروعهم الخاص من هي الشغلات البسيطه، ببلشوا بقطعه اكسسوار بسيطه لحتى ينطلقوا فيها، يمكن لحتى يامنوا مصروفهم او يعتمدوا على حالهم. بنفس الوقت عم يكون هذا الشيء فيه فن وابداع بالاحجار وبالالوان المختلفه. اليوم رح نتعرف اكثر ونحكي عن هذا الموضوع مع ضيفتنا مرام رواس، مصممه اعمال يدويه واكسسوارات. يسعد صباحك يا مرام. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير مرام، كيفك؟ تمام، اشتقت لكم. نحن اشتقنا عليك. اهلا وسهلا. نحن بالاكثر. اليوم جايبي عده مرام، كنت عم حاول يعني انا هيك شوي هدول شو استكشف شو القصة. خلينا هيك نبلش معك مرام ندردش ونشتغل شيء على الهواء. يعني اليوم طبعا. شو حابة تشتغلي لنا اول شيء؟ هلا الفكرة انه نحن اليوم جايين هيك لعالم شوي جديد عني، يعني فتنا بالاكسسوار وحكينا قبل على الاكسسوار، عن جديد فتت بموضوع الاحجار الكريمة، وفتت بموضوع انه حتى انا بلش اعمل شيء من الاحجار شيء مميز. مثل شو؟ بلشتي تطبقي؟ الفكرة ايه؟ الفكرة انه بالعادة بنشتغل حجار، تمام؟ بالخيط اللي نحن يعني بنشتغل فيه بالعادة، فهذا الخيط ممكن يقطع، هذا الخيط ممكن مع الوقت تخف مثلا، يخف لونه، تخف لمعته، تمام؟ فخطر لي فكرة انه انا ليه ما اعمل شيء حجر طبيعي بس يضل دايم على طول؟ نحن بنعرف انه الحجر الطبيعي كل حجر له طاقة، كل حجر له شغلة، فأنا حاولت إنه أشتغل على فكرة إنه أنا أعمل الحجر الطبيعي تلبسه الصبية أو يلبسه الشاب أكبر وقت ممكن، فحاولت إنه أشتغلهم على سلك معدن بدل ما أشتغله بخيط، وهذا السلك المعدن كون أنا طاليته من قبل، يعني طاليته فضة أو ذهب، فما بيروح لونه أبداً وعملي وبضل بالإيد على طول. طيب مرام خلينا نحكي اكثر هيك عن طريقتك، عن العناصر اللي بتجذبك لما انت اليوم بدك تختاري او تصممي قطعه جديده. هلا بما انه نحن بلشنا الصيف فانا لازم اختار حجار او الوان تناسب الوان الصيف، تمام؟ هلا الالوان الفواتح على طول المتعارف عليها، الاخضر والازرق هي الصيفيه كثير ترند، كمان الترند هي الصيفيه كل انواع الصدف. يعني حتى هلا هي الصيفيه نازل صدف اخضر، صدف اورانج، صدف اصفر، عرفتي؟ فما عاد الصدف محصور بالودعه، صار عم يجي صدف اشكال، صدف مكسر نحن عم نشتغل عليه. طيب اليوم كنت عم تقولي لي تحت لو انه هاي اليوم ترند، تمام، لانه الصبايا عم تروح لها، وجامعه بين الصدف وبين هاد ما بعرف شو خارزه. هلا هاي العين كمان صدف. هلا احنا في صدف حلو، العين ترند، فانا جمعت حاولت اجمع العين مع الصدف مع الودعه، يعني هلا هذا لونه ثابت 100%، ما بيروح فيها الصبيه تستخدمه بالمسبح، فيها تستخدمه بالبحر، يعني هي القطعه اللي هلا عم نحاول هيك نشتغل عليها. طيب مرام في احجار كريمه معينه بتاخذيها او بتاخذي تفاصيلها اكثر وتحكي لنا ليش؟ الاحجار الكريمه بشكل عام هي كل حجر قلت لك له طاقه. هلا الاحجار مثلا مثل العقيق هو معروف في كثير من زمان، هلا هي الصافيه كمان راجع دارج، حجر الروز الصبايا كثير عم ترغبوا يعني. انت بتمشي مرام على الطلب، مو في احيانا شغلات انت بتحبيها او بتفضليها؟ الفكره انه انا هلا مشتركه ببازار، انت بدك تحاولي تشتغلي كل شيء لحتى ترضي كل الاذواق. نحن بنعرف انه كل حجر له لون، فغالبا الصبيه بتجي بيعجبها لون الحجر، هي ما بتعرف شو طاقته ولا لشو بيستخدم، فهي بتاخذه مشان لونه. عندنا هذا الحجر الروز الزهري الفاتح، الصبايا كثير عم ترغبوا لانه هو لونه ناعم، ممكن يروح مع كل شيء هي بتلبسه. الفكره الجديده كمان يلي انا اشتغلت عليها، احنا بنعرف انه تعليقات الموبايل كمان هي الصيفيه كثير صارت ترند وكذا اكسسوارات الموبايل، فحاولت كمان دخل الحجار كريمه وصدف ضمن تعليقات. هيك قصص معك من هون؟ ليك السوداء اللي بايدها هدول تعليقات موبايل؟ السوداء تعليقات موبايل، فحاولت كمان تعليقات الموبايل حط فيها حجار طبيعيه وحط فيها صدف كرمال تضل على طول بايد الصبيه. حلوين والوانهم حلوه، لمع الفيون يعني اليوم مميزه هاي القطعه، كثير حلوه يعني. هاي القطعه كثير فيها شغل، كثير فيها شغل. طيب هذا الشغل قد ايه بياخذ منك وقت؟
يعني كجهد كوقت كتعب؟ هلا بغض النظر عن الوقت، في شغلات هلا مثل هي الاسواره اللي حبتها فيها تعب كثير. مثل ما قلت لك انا عم بشتغل بخيط معدن، فانا لما عم شد الخيط، عم شد الحبات بقلب الخيط، فهذا كله عم يجرح الايد. تمام، فيعني الطبيعه لازم كثير تكون حذره وهي عم تشتغل. بدنا نشتغل شيء مرام؟ حنشتغل شيء. علمينا هاتي لنشوف كيف بنقدر نعمل شيء. بس ما رح نسرق منك المهنه. خلص ماشي، انا بعلمكم. اسرقوا معي، اعملوا اكسسوارات. مين علمك مرام؟ خلينا هيك. لا انتم بتعرفوا انه انا كثير من زمان بشتغل، وبتعرفوا انه بضل هيك بتعلم. يعني اكثر شيء ساعدني هو اليوتيوب والتواصل الاجتماعي وهدول القصص، لانه نحن عم نشوف الشغلات الترند والدارجه على النت. لهلا بتتابعي اليوتيوب وبتحاولي دائما تطوري، ما تضلي على نفس النمط. وحتى انا عم بعمل، يعني بيقولوا لك انه لازم الانسان ما يوقف بمكان. انا عم درب باماكن، عم درب سيدات وصبايا وهيك، عم معلمهم بنفس الوقت ضل انا عم واكب انه انا ضل عم بتعلم. تمام. طيب اليوم مرام عم تقولي انه انت مشاركه ببازار. امبارح. مهم هاي القصه، يعني بتعرضي منتجاتك، بتسوقي لك، يعني الشيء اللي عن موضوع التواصل الاجتماعي اليوم اكيد هو باب تسويق جدا مهم. صح. النت، ولكن البازار اليوم كمان جدا مهم. وقت انا بنزل وبشوف شغل مرام او بشوف مرام كيف عم تشتغل اليوم، ممكن احب القطعه اكثر. احيانا النت بيظلم القطعه. صح، حتى على ارض الواقع بالبازار بتجي لعندي صبيه مثلا بتقيس اسواره انه حبيتها، بس لو فيكي تعملي لي مثلا هذا الحجر مع هذا الحجر. تمام، فانا بنفذ لها اياها وهي عندي. اكيد الاذواق بتختلف. بتجي صبيه بتقيسها بتطلع كبيره صغيره منعدله. هذا البازار انا كثير مبسوطه، لانه معنا نحن بنعرف انه المدارس الابتدائي وهيك عطلوا، فمعنا بنوتات صغار يعني عمرهم 10 9 مشتركين بالبازار، وكمان عم يعملوا هيك قطع اكسسوار ناعمه وكذا، فكثير انبسطت فيهم انه قد ايه عمرهم صغير وهن عندهم هذا الشغف والطاقه انه هن يشتغلوا. هو بس يكون الشخص عنده شغف وطاقه وحب لاي شيء اكيد بيبدع فيه. مرام، يمكن اي عمل اي مهنه في صعوبات بيواجهها الشخص اليوم بمسيرته، خلينا نحكي اذا في صعوبات بتواجهيها لتحافظي اليوم على جوده القطعه والتفرد الخاص فيكي. هلا الشيء الصعب بالموضوع مثل ما قلت لك انه انا على طول عم حاول بكل شيء عم بشتغله انه عمله شيء دائم. يعني انا ما بحب البس مثلا اسواره البسها مثلا لبستين ويروح لونها او تنقطع او تنتزع. تمام، فانا اللي عم لاقي فيه صعوبه انه انا لاقي المواد اللي بتخليني البس الشيء على طول. تمام، هلا مثل حتى الاكسسوارات اللي انا لابستها عم حاول انه انا مثلا اجيب السلسال وارجع اطلي مشو. تمام، ماء ذهب ماء فضه كرمال تضل الاسوارة على طول بايدك لونها ما يروح. يعني بتجيني صبيه انه بتعرف احنا قديش اسعار الذهب صارت غاليه، فبتجيني صبيه انه هي حابه تلبس قطعه على طول وحابه مثلا تعمل ديزاين معين، بس كثير بيركزوا على قصه انه ما يروح لونه. تماما، هي اهم نقطه يكون لونها ثابت. حتى اليوم بعد ما برام تطلي هي القطعه كما بتاخذها الصبيه، هي بحاجه ايضا لاعتناء خاص. طبعا، يمكن على وضع بمكان رطب او هوا كثير ممكن غير لونه. حتى الفكره انه احنا يعني بضل بقول لهم لزبايني انه اوكي انتم عم تاخذوا قطعه لونها ثابت وعم لكم ما بيروح لونه ومطليه وكذا، بس نحن بالنهايه مو لابسين ذهب. يعني نحن مثلا البارفان ما لازم نقرب، تجيني صبيه قال عم تجلي وتعزل فلاش جافي لهدول القصص كلهم فلاش وكلور، قالت لي راح لونه. طيب اجباري راح لونه لانه هي بالنهايه ما لها ذهب، بس نحن لما بنلبس القطعه بنرجع بنشلحها بنحطها بقلب صندوقها مثلا، هي ما رح يروح لونها، حتضل فتره كثير طويله. تماما، يمكن كثير من الصبايا بيعتقدوا او كلياتنا بنفكر خلص بس هاي القطعه مكفوله معناتها خلص ما رح يروح لونها نهائيا. شو عملنا شو ما عملنا فيها. خلينا نحكي مرام عن الاقبال اليوم للتصاميم وللاعمال اليدويه بشكل عام، كيف بتشوفي؟ للصراحه هي الفتره هي يعني هي الصيفيه، من اول الصيفيه حسيت انه بشكل عام يعني ضمن البازارات ضمن الانترنت انه العالم كثير عم ترغب الشيء اليدوي، يعني مو بس الاكسسوار. يعني انا بعمل شموع وصابون وكذا. حلو. هي الصيفيه الزبونه هي عم تدقق، يعني لما بتشوف القطعه بتقول لك هي هاند ميد، انت عاملتيها، اذا انت عاملتيها بتشتريها. يعني صاروا عم يرغبوا بشكل عام الشيء اليدوي اكثر من الشيء الصناعي. السوق نفس القطعه موجوده مكرره اليوم، الصبيه كمان بتحب تلبس قطعه مثل ما بيقولوا مميزه بس لها. صح، محروفه. فاليوم اكيد العمل اليدوي جدا مهم.
وكمان هي مهمه عندكم، مو بس انه انتم اليوم عم تشتغلوا، انتم اكيد عم تحافظوا على هي خلينا نقول الحرفه يعني، وعم تعلموها يعني. اليوم خلينا نحكي، قلتي انه في بنوتات كانوا موجودين بقلب المعرض، انتم دربتوهم بقلب البازارات او هن حدا مدربهم حبوا شاركوا؟ الفكره مثل ما قلت لك، ليكي هلا نحن هلا بفتره او بعصر خلينا نقول الانترنت عم يعني عم يطغى على تعليمنا وعم يطغى على الدورات وعم يطغى على كل شيء. انا بتضايق لما تجي صبيه مثلا بعمري تقلي انه انا ما بعرف اعمل شيء. طيب ليش؟ انا عم اقول لك صبيه يعني بنوتات عمرهم ب 8 و 9، امبارح عم قلها للبنوته انه انت كيف تعلمتي؟ قالت لي ما بدي اقول لك. بعد شوي رحت لقيتها قاعده انه عم تتفرج على اليوتيوب وعم تطبق بقلب البازار. حلو. يعني تتفرج على اليوتيوب وعم تطبق الشيء اللي هي عم تتعلمه بقلب البازار. فالفكره انه النت هو كثير عم يعلم. لما نحن كمان عم نعمل دورات لسيدات كبار مثلا، هن بحاجه لمردود مادي وهن مالهم متعلمين. فنحن لما عم نعلمهم هي الحرف او هي المهن، هن عم ينبسطوا انه هن عم يقدروا يطلعوا مردود مادي، عم يصوروا وينشروا على النت، عم يجيهم تواصي، عم يبيعوا ضمن وهن قاعدين ببيوتهم يعني. فهذا الشيء كمان كثير حلو وكثير عم يساعدهم. طيب ليلى بتفكري هيك تتسلي بهيك قطعه؟ ما خطر ببالي، يمكن يعني بدها هيك. ليش معنا عم تحاول سلسال مرام؟ يمكن بدها مراه او بال طويل او اذا الشخص حابب. ما فيها شيء، لكن هي الفكره لما بدك انت تبلشي بالاكسسوار انت بدك تعرفي كيف تقتني او كيف تختاري المواد. بس تكوني انت حابه هذا الشيء بالدرجه بس الاولى. بس هو سهل يعني. انت مثلا بتلبسي اكسسوار تمام؟ جربي مره انه مثلا انت تنزلي على السوق ما تدوري على قطعه الاكسسوار، انت دوري على مواد الاكسسوار، ممكن تلاقي حجر ماله موجود بالسوق يعني ماله معمول. عرفتي شو قصدي؟ ممكن تلاقي حجر يعجبك لونه، يعجبك شكله، تختاري مثلا انت القفل اللي انت حاببتي، تختاري له سنسال انت حاببتي. عرفتي؟ فما ترتبطي انه انت على طول تاخدي قطعه اكسسوار جاهزه. الموضوع كثير سهل وكثير ممتع وكثير مسلي. اول ما متى ما تبلشي تعملي اول قطعه تلاقي حالك خلص انه انت حبيتي ما عاد فيكي تبلشي كانك مره عامله قطعه نهائيه للشكل النهائي اللي بايدك. لا قريبي عليها الحجر هو اللي نرفعه لو سمحتي. ما نعم هلا هاي شو مره هاد طوق. تمام. هلا نحن لما بنكمله بده يصير مثل طوق العين. لما نحن بنكمله بس حبينا اليوم نشتغل معك شيء على الهواء كرمال نفرجي انه اليوم كما قلتي بنهاية هذا مشروع وباب رزق يعني. تماما. وهو شيء برجع بقول لك يعني برجع بكرر وللصبايا اللي عم تحضرنا انه هو الموضوع كثير سهل ماله بالصعوبه اللي هن متخيلينه. تمام. فيهم هن يبلشوا هلا هذا الخيط عادي. يعني هذا ماله معدن ولا شيء، هذا الخيط عادي فهن فيهم يشتغلوا فيه. شو الخيط اللي ممكن يكون يمكن مثل ما عم نقولها بالعاميه امكن يعني انت الامكن والاصعب مثل ما قلت لك الاسواره اللي هي حبتها هي معموله بالسلك معدن مطلي. فالسلك المعدن لما انت عم تشتغلي فيه وبدك تشدي الحبات تخيلي شو بصير بايدك. عرفتي؟ بس كصبيه بدها تبلش جديد وحابه الموضوع وكذا فيها تشتغل بهي الخيوط السهله والبسيطه. تمام. طيب اليوم هيك سريعا مرام بسؤال اخير، اليوم الاسعار او المواد الاوليه تعبك جهدك وقتك اللي عم بيروح عمي خلينا نقول يوازي او يكون قريب من المبيع والسوق التسويق؟ هلا ليكي الفكره انه اسعار المواد الاوليه مالها كثير رخيصه. تمام. بس عم حاول قد ما بقدر انه يكون سعري بيناسب كل الطبقات وكل الصبايا مشان ما تضل يعني مشان ما تضل صبيه مثلا حابه تلبس الاكسسوار وما بس ما عندها تلبسه. تمام. خليني اقول لك هيك يعني اسعار مبدئيه كمان مشان الصبايا يتشجعوا ويشتروا اكسسوار ويشتغلوا اكسسوار. يعني بدنا نقول الاسواره بتبلش عنا من 10,000 وطالع حسب الحجر وحسب هي قد ايه اخذها وقت وقد ايه اخذها جهد. تمام. اكيد مرام يعني كثير معلومات حلوه واكيد انت هذا الشيء اللي عم بتقدميه هذا الابداع والفن يعني احنا فينا نقول يمكن مو بس الاكسسوارات كثير مجالات اشتغلتي فيها او اكسسوارات الصابون مثل ما ذكرتي ويمكن الورود. اكيد بدنا نتمنى لك التوفيق بمسيرتك ودائما هيك نشوفك عندك هي الابداعات الجديده. شكرا. اهلا وسهلا مرام، موفقه هيك بهذا المشوار المهني الجميل. بده ذوق كثير، بده صبر كثير، وبده طولة بال مثل ما بيقولوا. موفقة يا رب وشكرا لحضرتك. شكرا لكم وصباح الخير.